صدر قرار النهارده من وزارة الصحة بتنظيم هذا الأمر. فخلونا نرجع مرة أخرى لدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، الحقيقة اللي كان فجر هذا الموضوع وأصدر بيان واتكلمنا معاه في هذا الشأن. دكتور محمد أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا دكتور والسادة المشاهدين. يعني احنا كنا بدأنا واتكلمنا في الموضوع مع حضرتك، فلما صدر القرار النهارده قلنا برضو يعني نقف على حقيقة الوضع وما تم التوصل إليه من حضرتك بعد هذا القرار. هو الحقيقة القرار خطوة على الطريق طبعا لإنقاذ زميلتنا المحبوسة الدكتورة مها، لأن طبعا الموضوع ده بيتحول من جناية هتبقى لجنحة قتل خطأ، وطبعا هيتم تدارك هذا الكلام في قانون المسؤولية الطبية إن شاء الله اللي هو معروض حاليا، وده احنا برضو ما زلنا عندنا يعني على رؤيتنا ان احنا محتاجين الاول الاول قبل المحتاجين، يعني قول لي برضو للساده المشاهدين هو القرار كده بقى خلى الوضع عامل ازاي؟ هو القرار يعني احنا لسه منتظرين اللائحه التنفيذيه بتاعته طبعا عشان نشوف ايه هي الدوره وهي الثبات الاوليه وايه الشروط الشرح بقى التفصيلي بتاع القرار نفسه. القرار في حد ذاته كبدايه ده نقطه كويسه لمساعده زميلتنا، لكن احنا عندنا بعض التحفظات طبعا موجوده، يعني هي زي مثلا التحسس اللي ناتج عن بعض الادويه في الفتره الاخرانيه. في بعض الحالات في المستشفيات بيتم، اول امبارح كان في مستشفى في الدقي واحده بالطبيبه عده مستشفى حقنه برضه في المستشفى والمريض الطفل توفى. فايه التعامل مع الحاله اللي زي دي؟ الصيدليه مش مجهزه لهذا الامر، يعني ده جزء. ففي جزء ثاني احنا محتاجين، عشان كده بقول لحضرتك احنا منتظرين نشوف دوره الاسعافات الاوليه ايه ومدى المسؤوليه الملقاه على عاتق الصيدلي الموجود في هذا الامر. احنا دلوقتي عندنا في تحسس ناتج، هل دواء في مشكله ولا لا؟ في تحسس ناتج وده زياده شويتين الفتره الاخرانيه، فده طبعا الامر ده لابد من مراجعته ونشوف الاسباب بتاعت هذا الكلام ايه. الجزء الثاني ان طبعا في بعض الناس في المستشفيات الحكوميه او في المستشفيات اللي بياخدوا الحقن وحصل عندهم الوفيات، فده برضو طبعا دي علامه استفهام. انا برضو حرصا على حياه المرضى وفي نفس الوقت حرصا على يعني سلامه الصيادله، يعني انا برضو ما زلت يعني في عندنا منتظرين القرار بتاع اللائحه التنفيذيه اللي يطلع ونشوف على اساس يبقى في رؤيه موحده لهذا الكلام يعني. لكن احنا القرار بتاع النهارده انت بتعتبره خطوه على الطريق، يعني خطوه مش بطل. بالظبط يا دكتور. الجزء الثاني طبعا هو بيحدد، ده جزء. الجزء الثاني هو بيحدد الحقن اللي جايه عن طريق واسطه فقط. طب انا عندي في مريض بياخد حقنه بتاعه فيتامين ب كل اسبوع او ماشي عنده سكر مثلا، ده يعمل ايه؟ ما عندوش. واحد جاي بالليل في يعني عنده مغص كلوي وجاي ياخد حقنه بتاعه مغص وجاي بالليل بدون روشته، ما فيش طبيب بالليل، برضه يعمل ايه؟ يعني احنا الموضوع. طب هو هسال حضرتك على حاجه، يعني انتوا حضراتكم قدمتوا الطلب واحنا كنا عرضنا صوره الطلب ده، هل قبل صدور هذا القرار تمت مناقشة؟ يعني الناس قعدت مع بعض ولا القرار صدر بدون مناقشة؟ يعني مثلا قعدوا في الناس وزارة الصحة مع ناس من نقابة الصيادلة، طب ايه التصور؟ انتوا قلتوا اللي انتوا عايزينه، الحالات اللي حضرتك بتقول عليها دي، يعني هل حصل نقاش ولا القرار صدر من غير ما يتم هذا النقاش؟ لا الحقيقة لا، يعني هو يعني كان في ناس ممثلين النقابة العامة امبارح للصيادلة وراحوا قعدوا لجنة الموجودة في النقابة وقعدوا مع معالي الوزير وطلع القرار بالشكل ده، لكن هو لما كلمناهم قالوا لنا لا الموضوع هننتظر صدور اللائحة التنفيذية لتوضح حاجات كتير جدا. فأنا من خلال برنامج حضرتك في المنبر بتاع حضرتك اتفضل ان احنا عندنا حاجتين اتنين، يعني لازم نشوف حل التحسس اللي موجود، لان زي ما قلت لحضرتك الحقن اللي داخل المستشفيات في حالات وفيات ولسه اول امبارح منها. تمام. والنقطه الثانيه دكتور محمد هي ايه؟ ده جزء يعني مغص فيتامين ده الحاله الثانيه اللي هي الحاجات بتبقى طارئه يعني. ما بالظبط يا فندم. بالظبط. الجزء الثالث عندنا برضو النهارده يعني لابد من اطلاق هذا القرار في يعني ده خطوه ان هي تحولها لجنحه، لكن لابد من ادراجه في قانون المسؤوليه الطبيه اللي هو معروض حاليا على مجلس النواب. وطبعا اخر حاجه لابد من مره ثانيه مراجعه الادويه المنتهيه الصلاحيه سحبها فورا اللي موجوده في الصيدليات فورا. وانا كنت تقدمت للدكتور محمد معيط معالي وزير الماليه واتكلمنا معاه على ان احنا الراجل يعني مشكور وافق على اعتبار الادويه المنتهيه الصلاحيه ديت خسائر من الشركات يتم اعدامها وتتخصم من الوعاء الضريبي بتاعهم، وادانا موافقه انا شخصيا موافقه على هذا الامر. فانتوا عايزين تفعيل برضو للقرار ده.
لازم اسحب كل الادويه المضاده الصحيه فورا من السوق اللي هي ممكن يبقى فيها مشاكل، فلابد من يعني دي بعض النقاط اللي احنا عندنا يعني رؤيه عليها. وبرده جزء اخير، انا النهارده هيئه الدواء اتكلمت وقالت ان التفتيش بتاع الدواء اتكلموا وقالوا ان القانون عندنا يعني بيمنع هذا الكلام. انا عندي التفتيش دلوقتي، احنا تابع هيئه الدواء، الصيدليه دي تابع هيئه الدواء. انا النهارده هيبقى ازاي وزير الصحه اللي طلع هذا القرار؟ مين اللي هيتم التعامل مع الجزئيه ديت؟ هيئه الدواء المصريه اللي هي تتبع التفتيش يبقى تبعها، قالوا ان لا يحق للصيدلي اعطاء الحقن عندما اخصائي الطبيب في الشهاده بتاعتهم عند النائب العام. النهارده وزير الصحه هو اللي طلع القرار، فانا عايز نحط برضه نقطه على الحروف في هذا الملف بحيث ان احنا ما بقاش في اي تداخل او تضارب في الجزئيه دي يعني. صحيح، اشكرك جدا دكتور محمد الشيخ نقيب صيدله القاهره.